تراجعت عملية صيد الأسماك بالقوارب التقليدية في العاصمة المؤقتة عدن نتيجة ارتفاع الوقود وسوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى غياب دور الحكومة والسلطة المحلية في حل مشاكل الصيادين التي تفاقمت في الأشهر الماضية، ما أدى إلى اختلال في معادلة العرض والطلب، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الصيد وتوقف المئات من صياد المدينة عن العمل، فيما يكابد آخرون بالإمكانيات البسيطة لتغطية الالتزامات الأسرية. يعني أنا صورت 10 دبر، الدبة تخرج علي 30 لتر ب 35 ألف، وإذا اشتري لي 10 دبر بطلع الغبة كم 350، أروح أجيب على الله مع أجلس ما بطلعش أكشف البحر، لكن لما يكون البترول رخيص تطلع تجيب صيد خلاص يعرفون الصيد أجيب كمان في الجهاج. سبب غلاء الأسماك أولا، أسبابها الرئيسية هو غلاء مشتقات البترول ومحركات الاصطياد ومعدات الاصطياد، والصياد نفسه يعاني من أشياء يعني لا يحسد عليها، إذا مليت عليكم يمكن كل شيء، الحياة غلاء في جميع المستوى المعيشي. عزوف الصيادين ألقى بظلاله على الأسواق الشعبية ومراكز الإنزال السمكي، حيث ارتفعت أسعار أسماك الثمد الذي يفضله أبناء المدينة بنحو 300% مقارنة بالأشهر الماضية، لتظل بقية الأنواع بعيدة عن متناول الميسورين، فيما تحرم الأسر الفقيرة واحدا من أهم العناصر الغذائية. نحن نبيع السمك وناكلوش، والله نبيعه وناكلوش، شو أسعاره؟ أنا مش قايتك 15,000 إلا 8,000 ريال للجوال ولا لكل بيت السمك. وزادت الحرب المستمرة منذ 8 سنوات معاناة مجتمعات الصيادين المحليين، وتسببت في إضعاف هذا القطاع الحيوي، ناهيك عن تحكم تجار الأسماك الجدد بالأسواق وتحويل الأسماك إلى سلعة للمضاربة بأسعار تقترب من أسعار اللحوم، ما شكل تحديا إضافيا وضاعف مخاوف الصيادين من فقدان أعمالهم التي توارثوها جيلا بعد جيل.